وزارة يا وزارة حق الصالح وحق الدقارة يا للعام يا للعام وزارة في دقارة للعام للعام وزارة في دقارة. طالب بفتح تحقيق في قضية الطلبة الأحرار، فتح تحقيق في أقرب وقت، لأنه 8 أيام مازال ما ردت علينا الوزيرة، ما ردوا علينا حتى واحد، مازال ما رد علينا، والأساتذة راهم كاع واقفين معنا ويقروا بلي ماشي الأخ خطأ ما كانش في التصحيح. 8 أيام وحنا مسيرة مازال ما عطيتونا حتى رد، جازوا في التلفزيون، جازوا في جليشان، في فيسبوك، ما عطيتونا حتى رد، كيفاش؟ معناها كاين منها، معناكم ظالمينا. واش كاين؟ دوك ما عرفناش اسكو في التصحيح ما عطيتوناش حقنا، اسكو في اللوجيسيال اللي صرا هذا المشكل، دوك اعطيونا حل، حنا جينا نديرو الروكور، الوزيره تقول لكم لا لا ما كاش الروكور، علاش ما كاش الروكور؟ فهمونا علاش ما كاش الروكور. انا ما سجلت شخصيا ومش راح نسجل لانه التخصص اللي مدهولي مش راح ما يليقش بمستوى تاعي. النقاط كانت مش نقاط تاعنا رغم ان تعبنا عام كامل وقرينا ونظنا سهرنا درنا بزاف صوالح، بصح من الاخير النقاط ما تحكش الخدمه تاعنا لا باي شكل من الاشكال. الرغبات مازال ما درناهمش وما راناش راح نديروهم، جميع الطلبه راهم يقولوا بلي ما حاش نديروهم، وحنا لمده 8 أيام مازال مده 8 أيام حنا نديرو في المسيره واحتجاج، لحد الان مازال ما ردت لا الوزاره لا ما ردتناش، ما كاش رد من طرف الوزيره.